أهلا بيكم في برنامج رمضان في العالم اللي بنتكلم فيه عن عادات الشهر الكريم في العالم كله. والنهاردة إحنا في بنجلاديش. بنجلاديش معظم سكانها مسلمين، فيها أكتر من 153 مليون مسلم وأكتر من نص مليون مسجد ومعهد ديني، لدرجة إن عاصمة بنجلاديش دكا بيطلقوا عليها عاصمة المساجد. الغريب بقى إن معرض الكتاب عندهم بيفتح في رمضان بس، وده عشان هم شعب بيهتم بشكل كبير بشراء وقراءة الكتب الدينية. تعالوا بقى نشوف بيعملوا إيه هنا في رمضان. كل الناس هنا بتروح تصلي التراويح، والمساجد كلها مليانة برا وجوه. الزينة والفوانيس مش بس في الشوارع والبيوت، لكن كمان في كل المساجد هنا، وموائد الرحمن اللي اتعملت قدام المساجد في الفطار ما بتتشالش قبل السحور. ومعنا دلوقتي شعيب من بنجلاديش هيكلمنا عن أهم مظاهر الاحتفال بشهر رمضان هناك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا شعيب حسين من دولة بنجلاديش، أدرس في الأزهر في كعبة العلم. الحمد لله، نشكر الله عز وجل على هذا النعمة، على هذه النعمة. وعندنا في بلدنا في رمضان لا يوجد زينة كثيرة في شوارع، ما فيش مظاهر الاحتفال في الشارع، يعني لا يوجد مظاهر الزينة في الاحتفال في الشوارع، لكن موجود بعض الكتابات على الجدران، جدران الشوارع. وكذلك عندنا اهتمام بالتراويح كثيرا، يعني وخاصة يختمون القرآن في حتى زاوية صغيرة، أيضا تجدين يعني مسجد يصلون بختم القرآن كاملا، يعني من بيختموه في الشهر مرة واحدة، مش كده؟ نعم، مرة واحدة يعني في التراويح، ليس في قيام الليل. وكذلك يعني يهتمون الناس بالتراويح كثيرا، يعني أو كذلك في عندنا يعني من أمور التي نحن وجدناها من أبائنا، يعني توزيع الإفطار بين الأقرباء، يعني كل واحد يوزع الإفطار إلى جاره أو إلى أقربائه، ليس سنة رمضانية أو هكذا. سنة رمضانية عندنا قليل جدا. توزع أكل جاهز؟ أكل جاهز، نحن نطبخ في بيتنا ونؤتي هذا حب محبة يعني بيننا. يعني بيبقى في تجمعات بين الأهل والصحاب في رمضان يفطروا مع بعض، ولا ده نادر برضو؟ لا ده موجود، يعني نحن ندعو زملائنا أو أقربائنا يأتي في بيوتنا ونحن نفطر مع بعضنا يعني. طب غير المسلمين في بنجلاديش بيساعدوكوا على الصوم كده، أو بيساعدوكوا في وقت الفطار تحضروا فطار، ولا كل واحد في حاله؟ لا، هذا عندنا في ائتلاف بين الجنسية أخرى وبين الديانات الأخرى وبين المسلمين، خاصة عندنا هندوسية، ديانة هندوسية بيننا وبينهم ائتلاف كبير ما شاء الله. هم يساعدوننا في كل شيء ونحن أيضا نساعد في كل شيء، يعني هم مثلا يساعدون في وقت الإفطار، حتى لو واحد مسلم لا يصوم هذا الهندوس يذكره أنت مسلم تصوم، ولو يريد يأكل يقول لا تأكل وقت الإفطار، فيذكره بالإفطار إن شاء الله، بالصوم هكذا. طب وبتفطروا على إيه في رمضان؟ يعني إيه أشهر الأكلات اللي بتاكلوها على الفطار؟ والله عندنا في الأكلات الإفطار أنواع القلي كثير، يعني أنواع القلي يعني كل شيء يقلى بالزيت، وباذنجان يقلى بالزيت، ومثلا طعمية، هنا في مصر موجود طعمية في نو نحن نسمي بياجو، فهذا الأشياء نحن يعني نفطر بها. وفي أشهر شيء في بنجلاديش وقت الإفطار يستخدم هذا رز منفوش، رز منفوش يعني هذا يقلى ثم هذا يعني يؤكل مع الأشياء، فإفطار هذا نوع خاص يعني. طب والأطفال بقى في بنجلاديش بتصوم كده من سن كام؟ والله يعني نحن نربي أولادنا من سبعة ستة، نربي حتى يتعود ويكون عندما يبلغ يصوم بسهولة، حتى أولادنا أيضا نحن نربي هكذا، يعني يبدأ الصوم بستة وسبعة هكذا، حتى ولو نصف اليوم يعني نقول أنت صائم نصف اليوم يعني. طب والأطفال بتغني أغاني مميزة رمضان وكده ولا لأ؟ في بلغتنا يعني موجود أنشطة الذي تستقبل شهر رمضان تغني بهذه الأغنية، يعني فاكر منها حاجة بقى تقولها لنا؟
رمضان رمضان هكذا في موجود يعني بلغتنا فيستقبلون بهكذا يعني. أنا بشكرك جدا. أشكركم أيضا جدا وأشكركم على مؤسسة الأزهر ومؤسسة الجميع الخدمات الدينية، جزاكم الله خيرا. وبتختلف عادات الشهر الكريم من بلد لبلد، بس كلنا بنتفق على حب الشهر ده. سلام عليكم.